واضح جدا أن إسرائيل ذاهبة بهذا الطريق، أن تسيطر على خان يونس وهذه المنطقة بأكملها، وتشكيل كذلك منطقة عازلة على ما يبدو باتجاه أو منطقة آمنة باتجاه رفح. ماذا بعد هذه المرحلة؟ ماذا بعد الوصول لهذه المرحلة؟ هذا يعتمد حقيقة على مدى انتهاء الحرب أو استمرارها. إن استمرت الحرب فلا أعتقد بأن سيكون هناك أي تغيير على الإطلاق، لأنك كما قلت هناك حربان تشنهما إسرائيل، حرب على الأرض وحرب داخل الأنفاق. وحتى لو أن الحرب على الأرض في خان يونس والحرب على الأرض في غزة حتى لو اقتربت من النهاية، إلا أن الهدف الرئيسي والتحدي الكبير وهو تدمير الأنفاق سوف يستغرق وقتا طويلا جدا. لماذا أصبحت هذه الأنفاق مشكلة بتقديرك وبحساباتك؟ يعني كما تعلم عندما نتحدث عن أنفاق والأنفاق الموجودة في قطاع غزة، هنالك أيضا أنفاق لدى حزب الله اللبناني، وقد تختلف على مستوى الشكل والقوة والمتانة وغيرها. يعني بتقديرك لماذا هذه الأنفاق شكلت عائقا كبيرا على إسرائيل، خاصة وأنها تستخدم قنابل البنكر باستر، قنابل مخترق القبو المهمة للغاية، يستخدمون روبوتات، العديد من التقنيات، لماذا هذه شكلت يعني معركة مختلفة وخاصة مقارنة بالحرب على الأرض؟ بداية، الاستخبارات الأمريكية تعتقد بأنه على الرغم من قتل عدد كبير من مقاتلي حماس، إلا أن القيادات ما زالت قادرة على حماية أنفسها داخل أحد الأنفاق وإدارة المعركة. ومن الضروري جدا أن نقر بأن هذه الأنفاق تصل إلى طول 300 ميل. أما أنفاق حزب الله فهناك عدد من الأنفاق التي تمر من لبنان إلى إسرائيل، كما هو الحال فيما يتعلق بالأنفاق من غزة إلى إسرائيل. ولكن الفرق هو أن كل 300 ميل من الأنفاق داخل غزة، والجيش الإسرائيلي مصر ويبدو لي بأنهم مصرون أن يفجروا كل متر من هذه 300 ميل من الأنفاق أو الكيلومترات من الأنفاق، وهذا سوف يستغرق وقتا طويلا جدا. ولكن في عقلية الإسرائيليين هذه هي الطريقة الوحيدة على تدمير أماكن الاختباء هذه وتدمير مواقع التخزين وتدمير هذه الأماكن التي يمكن لقوات حماس أن تضع مراكز قيادتها وسيطرتها.